أنا أصدقائي التلاميذ مستوى الثالث، مرحبا بكم من جديد في هذا اليوم من حصة الإملاء، مرجع مرشدي في اللغة العربية. إذا خلال هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعرف على تنوين الاسم المنقوص. إذا لاحظوا معي، جاء الراعي، جاء راع. أنصت إلى الشادي، أنصت إلى شاد. تلاحظون بأن الشادي كانت معرفة، وعندما أصبحت نكرة نونت بالكسرتين، هنا راع وهنا شاد. إذا الآن أكملوا كما في المثال: عاش أجدادنا في الماضي. إذا أين هو الاسم المنقوص هنا؟ سنحوله كما حولنا الجمل الماضية. دخل القاضي إلى المحكمة. إذا قوم بالمطلوب.